السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لون أكسن أكو سلامة إن أنت وحال ربع حال يرى هذا وحبر الشضئ ينولش يعني ربع سبر بري قرين هذا كوكو سمعيو ولدك وحي يرى هذا وحبر الشضئ عشر هذا اللي قول لقاء امتحان لك عيق هذا نولش وسه يذا امتحان عشر لك برتاه لقاء حان ربينا بالنولش ساو نول نهي إيه وحبر الشضئ والمحشي محاي حقيس كسوق الآن إيه وحنا سيفو يسوق كوبايو قبل بحاجرو أو إيراني نينا هو اسمه برشيان وقرن قبل بيتمنات إيه قبل جو حال إذا شروينها شنبرها مركو حاقورين اللي إذا فريد الدين محمد فريد الدين لكن ما جع قران لماذا فحلو يقنع عطار ما عطار عطر وأنا أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن أقول لك أن شامبور لك أن أقول 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 لك سوفي أقول لك أن سوفي لك أن أقول 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 لك أن أو حتى رومي سوى حكبر تالير هذا مركز جقوين كيسة ترادة بدنا وقرى من دان وقع عجيب سنو هذا قلت عجيب حواي قوي اللي راه هذا شروينه شمبره أو حكا شاكينا قوي قاب شاكهانا وقرى واي مركز حكا شاكينا شمبره دونك جوغودن يا اسكو يميد مركز واحدة محانو باهن هاي إنان بقر دورنا أو قامين هقامي إنان دورنا مركا بقول كلا دورنا إن مجا هان حي أبي حي إنه حلقة سيمورك أو سي وصدن مورك أو شيمبر صدن شيمبر عمل مجا هواي سيمورك مركا حي جوجا ليرة ميل أي شيمبر هان أي جوجا تدبر نول كحك تام تدبر وادي أو صعد دارين لاقري نقنا مركا شيمبر كان هدو تكلي رادو يا مركا لو تريا إنه يا كانوا وعقلي بدن إسقى وركو خيبنا يو أو ولكن يجب ان يكون هناك سمور وتجنى وبغركين او نغضن ولكن يجب ان يكون هناك شكل وشاغنى ان دروف اي هيسو سنكتي كرين اما عرور اما شاخو اما مروال بي هالامبا ان هدود كامركو وجوابا يعني ان نفتي شيطان كي كتم بدينو اي وح بلا معنى كودكين لكن دير بحلها اي سفر كادي لهاين وسمور كلوتو ان بغرتوشن برخ اي هرمر جاري لهاد أدو سود شو مركا هدود كان حتى الصومالي النسا مالي رادا هي دين النسا علامة هدود أوها انتليجنسي قال لك وضع فحان لقى سوكو بينا سورة النمر نبي الله سليمان مركا خبر كلو كينا يحالي رادا هدود أو كينا أدو الصبا وابا كنا ولا دا أدو الصبا سفي عنا وقعنا لوك بالغيس مدن كشخينا مالي رعج جيبا واحد مركا شمبريه مدولي مركو مركو الله شيء تضبط له هي يكدر تاسمور مشو جوجين لطعو متكستو كمر مرسيونا أدو خارا سيدو كوبا قنا إن حين مركو حيقام كجارة إن يسافر كجلان أي تضبط له المران تضبط له مركو دول كوجه ري الله مرا دول كسعد على كالي رادا ودول رفاد يا صحراء يا رف أو خارا دي منا يا خارا كوه رادا يا دول كوجه مركو حاليا دول كجعيلك دي غف كبر كوزاس سلعة أنا لفتها نبرية سوي تهريبني ليبيا يا مركان ساس حري لو قصود ما هذا تريب اللي وده رومانتي كنا قرنا رجع مركو صاج جبي دوبك مركو صاج جبي سحري دال صامرة قصب وحاقو حوجة سجعلين لا تقول سجعل هذا مدة إنه سدوا كذا شنبرو حولي يا هاي مركي كيف قد بان روك سحرها هاي جلان روك جعلك دول يرادو dulka jacaylka muddo markii lagu socdo laga gudbo dulka jacaylka waxa ku xoolo loo yaqaan dulka aqoonta oo waxay yihiin isfahmaan shimbirihii aqoonti intelligence goodi akrosi ka hayo dulka afraad ee tagay ama marka dulka loo yaqaan isdabcinta oo marka qofka soo sabro jacayl soo galo aqoon helo isdabcinu gaaray leeyihiin marka shimbirihii qof qaybta afraad ee gaaray marka dulka isjilcinta كده بيقول رأيان دول شنادو اللي رأي دول كده جهورك ومحان ونورنا هاي محان سفر كانوا صوق لنا محان سوداني دول كده شناد وجهورك اللي جلعين
dhulka la xado waa loo yaqaan dhulka midnimada oo unity ga dhulka midnimada hadana imaana kan ugu dambeeyo todobaadna waxa la yiraahdaa dhulka burburka iyo fakhriga iyo gaajada todobaad dhul markay soo maraan ka gudbaan iyo shimbiri waxay u tagayaan oo yiri simurg adii boqorta loo socday laakiin shimbirihii intii la soo socday oo dhan way laanayaan waxaa ka gudbayda oo keliya todobaadaa safar sodon shimbirood meeshii u socday markay tagaan iridii laga furo boqor sugaya ma jiree waa miraayad ee ayaga la iska arkayaan oo si murg gabayga macnihiisu hadda fasiraa wuxuu leeyahay sodon kii shimbirood waa iyaga oo wuxuu leeyahay boqorka ay raadinayeen iyo ninka dowladda u noqonayo ay raadinayeen qof weliba waa adiga oo safarkaa dheer marka waa gabay iyo sheekooyin badan oo macaana ka buuxo aada u xiise badan yahay marka waxaan ka dhex arkay u begay annaga soomaalidaan nahay ama shaksiyan qof weliba waxbaan raadinaynaa waxaasaad raadinaysa marka waxaad kaa dhaadhacsan inay dhinac kale kaa jirto laakiin markaad ayaan silacdo ayaan orodo waxaad arkeydaa waxaad raadinaysa inay adiga tahay marka annagoon waqti badan iska gelin wax kastoo naga maqan waa waxaan haysane bal inaan ku qaracno meesha aan joogno ay kulligeen simurg inaan nahay aan isfahanno oo haddaan dowlad dhisanayn iyo haddaan shaksi ahaan qofka uu horumar raadinayay meel kale wax kaama jiraan wax walibada isu haayo marka nolosha aada meesha dheer ka raadinayso isleedaa meel dheer nolol kaa jirta nolol kaama jirto kaalmada aada raadinaysa ama cidda aada raadinaysana cid kale maaha waa adiga warkii la yirina war inteenu ugu caqliga badan hala diro midaa yiri inta ugu caqli badan waa inteenu isdabaalinayno marka wax kastoon raadinayno cirka noogama soo dhacayn annagii marka waxaan ku talin lahaa imtixaanka nolosha casharadaan ka baranay iyo haddana galaasyo kale aan usii fariisanay intaynu dabaqno inu nolosha kaga faa'iidaysano innagoo iskaalmaysanayno I hope inaad fahanta waxaan kaala hadlaya kusalaamaa.